قبل الصمت الانتخابي اليوم عدد كبير من التوانسة في شارع الحبيب بورقيبة للاحتفال بنهاية الحملة الانتخابية للرئيس قيس سعيد. ومن بين الوجوه الناس الكل استنسوا بها وتعرفوها سي عبيد البريكي الوجه النقابي المعروف والوزير السابق وأمين حزب. اليوم نحكي على حملة انتخابية وعلى مرشحين ثلاث، ويضري من الحضور نتاعك رقم ثلاثة هو خيارك. أكيد إذا كان هذا هو الجواب به ولا لا أكيد، علما وأنه صحيح اليوم يوم اختتام الحملة الانتخابية، لكن راهو معناتها الإنجازات اللي تحضر للانتخابات ما تبداش توا، معناتها كل واحد راكم جملة من الإنجازات، والمراكمات هي اللي تحدد طريقة اختيار الناس. الرئيس قيس سعيد كمرشح للجاي مش الليلة باش يعمل حملته الانتخابية ويقدم برنامجه. البرنامج بدا من 25 جويلية من أول لحظة، وأكبر نقاط في البرنامج هو إنجاز 25 جويلية. هذا عند الناس الكل تقريبا، لأنه إنجاز 25 جويلية أولا أنقذ البلاد من مرحلة أتعس منها ما فهمش، وثانيا برنامج 25 جويلية طرح مسار جديد لتونس اسمه ما تنجمش بلاد تقدم اقتصاديا ولا اجتماعيا ولا سياسيا ولا قوميا دون ما تنخرط في مسار التحرر الوطني والانعتاق الاجتماعي وتعاون على ذاتها. اثنين كانت من الناس الاولى تقول راهو ما فهمش انجازات اقتصاديه واجتماعيه ورانا باش نتهروا وما فهمش شهريات اتسترا. اثبت من خلال الانجازات اللي بالعكس المسار اللي اتخذناه احسمنا في املاءات صندوق النقد الدولي، لا تقصت شهريات ولا مشينا النادي باريس ولا الناس عيطت، والشعب التونسي صبر على حاجات صعيبة، صبر على شدان الصف على الخبز، صبر على السكر، صبر على الحليب، لأنه ما يحبش يرجع للتالي، قرر الشعب التونسي باش ما يرجعش المنظومة قديمة. وثلاثة أهم شيء للناس شنو؟ فما فئات ضعيفة تحب تتحمى، الإنجازات الأخرانيش فيها؟ أول مرة في تاريخ تونس 14.5% زيادة في الأجر الأدنى، وين صارت؟ والزيادة في الأجر الأدنى انعكست على التقاعد. اثنين اول مره في تاريخ تونس يطرح صندوق بطاله في المرحله الحاليه للناس اللي ضحايا الخوصه وضحايا تسكير المؤسسات. ثلاثه يا ودي اول مره الخلاص نتاع الخدامه تحت الحيط وخلاصهم بعقود هكاك وبرا وبالكلمه يشغلوا فيهم مساله وانتهت. معناها طريقه التعامل بعقد العمل الوقتي وبالمناوله مساله منتهيه والقرار اتخذ. واربعه معناتها الهام زاد في هذا الكل مساله العاملات الفلاحيات، الناس الكل تبكي وقت يصير اكسيدون، شنو الانجاز؟ حتى شيء. واخر شيء يمكن باش ما نطولش عليك برشا لانه الانجازات كثيره اللي تهيئ للمرحله اللي احنا فيها تو. اخر انجاز الرجل خرج من هيمنه القطب الواحد الاتحاد الاوروبي والامريكان ومشى لاثنيه واحده اخرى، يعطي الصحه باش يتخلق التوازن، مشى للصين نعم ومشى في ظرف معين لايران، ايه لانه تمثل جزء من قطب في هذيك. وجاء وزير خارجيه روسيا لتونس، الناس ما لازمش تنسى هذا، وجاء وزير خارجيه الصين. دونك البحث على ثنيه واحده اخرى تخلي التوانسه يلقاو حلول غير الحلول القديمه. اليوم احنا في مرحله نحب نختم بهذه، في ظرف معين كان رشد الغنوش ينزل على الزر الاخضر وتتهتك البلاد ويعطي الضوء الاخضر، كان يقول الجيش والامن طواغيت ويسيب في الارهاب يقتل في جيوشنا وفي امنيينا، كان يقول الاخرين كفار وتتسيب الاغتيالات، كان يعطي الضوء الاخضر اتحاد الخراب وساحه حشاد في 4 ديسمبر يدنسوها. اليوم يظهر لي فما ناس اخرين تعطي في الضوء الاخضر اللي يصير في تونس، فما الاتحاد الاوروبي اللي يحكي على الحريات، وين تصير حاجه يمشي للصين يقولوا ازمه حريات في تونس، تصير بعض الاشكالات ازمه حريات. يا ريتهم هذوما كانوا يحبوا التوانسه يحكيوا على الاقتصاد، يحكيوا على الاجتماعي، حديثهم على الحريات ما يستقيمش، لانه اللي يحب الحريات عن قناعه يشوف هو اش عامل فلسطين المحتله، يشوف الحقوق هذا حق الناس في الحياه رافضينه، يعني حريات، الحريات اذا ما تفهمش في مسار التحرر الوطني والانعتاق الاجتماعي والحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه
تولي كلمة حق أريد بها باطل. اللي طالب الحرية شكون سيدي ونقف هنا؟ الكناتري يقول أنا حر نحب الكلتر ويهبط للمسيرة. اللي يحتكر يقول أنا حر أخويا وإن الله أحل البيع والشراء بأي طريقة ويهبط للمسيرة. الفاسد يحب يحمي روحه خاطر توقف يا أخويا من حقي أنا نعمل اللي نحب. اللي عنده مغرفة يسألها لحد يزيد يهبط في المسيرة. اليوم اختلطت الحابل بالنابل. لكن نسيت الناس الاخرين. الناس الاخرين هكا دخلوا في العشر. يا سيدي انا نقول يا سيدي انا نقول يا ناس تفكروا دم شهداءكم اللي كانوا رفاقكم. يا ناس تفكروا اللي كنتم تقولوا كل الفساد استشرى في البلاد. يا ناس تفكروا التعامل الغنائمي مع الحكم. يا ناس تفكروا الدولة شوية لا تهرت. اليوم لابد من استرجاع الدولة وقوتها، تفكروا هذا. وعيشوا على لحظات عشناها. تفكروا هكا الشباب اللي جاء هنا يحتج في 9 افريل وهبطت عليه الميليشيا ما تنسوهمش. تفكروا هكا الصغيرات اللي يهبطوا في الليل يدبر في قدمه ولا حاجه من بعض المغازات دكوه في الحبس. تفكروا اللي كان صاير من قمع تقول لي اليوم الحريات. فماشي ديكتاتور في العالم يسيب الناس تتظاهر وتسبه وما يمسهمش البوليس. هني ديكتاتوريه. يا رجل صوبوا الامور، يا ناس شوفوا الامور بشكل واحد اخر بعين واحد اخرى. اوروبا ما تحبناش، الاتحاد الاوروبي يحبنا ديما مهيمن علينا، ما يحبناش نمشوا لاقطاب اخرى، يولي يتهجم على الاساس هذا. ثم ما تنسوش اللي تونس هي اللي رفعت في المرحله الجديده تحرير فلسطين يكون من النهر الى البحر. ترى اعطيني رئيس عربي وحيد تو في المرحله الحاليه يطرح هذا، وين؟ ما فماش. خليني نختم بملاحظه صغيره سامحني. هي الطيارة اللي مشت الأخرانية تو الناس شوفوها وكان حاجة صغيرة. الأمريكان يقولوا الرعاية مروحوا اختر. ولا واحد ولا قوة في العالم ولا دولة بعث الطائرة رعاياها في المنطقة إلا تونس. هذا إنجاز صغير. وقت اللي أموال الميزانية العامة تمشي لإنقاذ التوانسة ومعناتها الحفاظ عليهم باش يتجنبوا هذيك هي وين يلزمها تمشي، مش تمشي للتعامل العنايمي مع الحكم. وهذا دس منا وهذا انا اعتقد انه التصويت القيس سعيد في راينا احنا في حركه تونس الى الامام، نعم راينا احنا هي مهمه تاريخيه في المرحله الحاليه. ولانه النجم نمشي لقدام، النجم المؤسسات العموميه نصلحوها من غير ما نبيعوها ويعطيه الصحه، النجم نصلحوا الدعم من غير ما نبيعوه ويعطيه الصحه، والفلوس اللي كانت تمشي للمؤسسات العموميه تولي تمشي للصحه والنقل ونلقاو كيفاش. هذه كلها انجازات مستقبلا تنجم تبني السوكل وتكمله بالمحكمة الدستورية وبالمجلس على القضاء، لكن تنجم تشيد تونس واحدة أخرى اللي ممكنة بالاتجاه هذايا متاع تونس نبنوها وحدنا ونبنوها بقدراتنا الذاتية حتى لو نجوع ساعات الجوع باهي، لأنه عيش متحرر وطنيا بتوجهات إذا كان ما غنمتش تو تغنم غدوة.